إن شاء الله راح نتكلم عن أسباب الإمساك بسبب العادات والطبائع. طبعا يحدث هذا النوع بسبب كبت أو تثبيط الإحساس بالرغبة في التبرز، أو بسبب تغيير في العادات أو الظروف المعيشية من الناحية يعني مثلا النفسانية أو العقلية. وطبعا بعد الإقلاع عن التدخين مثلا ممكن تسبب نوع من أنواع الإمساك، وأيضا السفر الطويل ممكن يؤدي إلى إمساك في البطن، وأي إرهاق في الجهاز العصبي أو أيضا التعب بشكل عام أو حمل أثقال فوق يعني قدرات الجسم ممكن تسبب يعني إمساكات كثيرة في الأمعاء الدقيقة والمعدة، وأيضا ممكن تسبب نوع من أنواع ضعف القولون العضلي بسبب حمل يعني أشياء أثقل من قدرات الجسم. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.